الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد ولا ليال السلام عليكم ورحمة الله حنجعل هاي عاوة إنما ساعدنا وذا هضل إنو إن كلمة آد كوبان أن كإيد هذا بباتد آد كو علوس كسعوتي ودن كا إثيوبيا إن ولالك النهاي أنجار كأنهاي أي دقيهين دد ولالا ومسلمين وبدن gaar ahaan dadka Soomaalida ah iyo dadka loo yaqaano Oromada labada qowmiyadood oo aad u culculus oo dagaal weyn u dhaxmaray dad fara badanna ay ku dhinteen oo maaratay dhibaatadaasina la rabo inay dadka qaarkood ka faa'iideystaan oo ay sii ballaadhiyaan ay u yeelaan maaratay raadad aan wanaagsanayn inay ka tagto dadka muslimiinta dhexdooda waxaan jeclahay walaalayaal إذا أردت أصدح كلمة دود أن كيد هذا ومرك هوري إخواني في الله إلهي كتاب كي سوحو إنه وشاقي دادك مسلمين تو إني ولا ليهين إلهي وحوري إنما المؤمنون إخوة مؤمنين تو وولال وحقل أو ولال مجرتو فأصلحوا بين أخويكم ولا تنمدي نصوبية وهجاجي بول إلهي تبارك وتعالى ولا لماذا إلهي بها نقدر أنكو إيمان لي وحامر كاردي ولا لمدينة هجاجية إلهنا كبقى تبارك وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم المؤمن المسلم أخو المسلم بولي مسلم كوح ولو لا ليهي مسلم كا صد حرمونا ما سمعيو لا يظلمه ما ظلمه مسلم كو مسلم كا ما ظلمه لا يخذله مهو جيو ولا يسلمه عدو نؤمق عنقليو إذن وحويا ولا ليال ما دام ولا لي هي إلهي درتي ولا لو نقضي تبارك وتعالى وحكم من وعقفك مسلم كي ولا الكيس مسلم كائن الدبو وحكم من وعائن خذلان كسما يؤهوجيو وحكم من وعائن عدو أقعن قليو مركا نبي حديث كلو حكولي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا مؤمنكو مؤمنك كلو حؤي هي سيدا جدار لسان جدار كارلسان محوية هاي وحود النبي صلى الله عليه وسلم بربا بركة كلا يوتيريا هذا بإخواني في الله إلهي إن أبوري أو إن قلت المامي هذا عرب تهي هذا عجم تهي هذا صومالي تهي هذا عنفر تهي هذا أورما تهي معنى مالي الإيمان يوحد إيمان كدتك ولا ليا إلهي مركة وحود إن قلت المامي تبارك وتعالى إنا ولا النهي إخوة في الله إنا النهي مركة ما دام أي تاسي جرتو وحال لغال ربا إنا ديسك إلى لسيد ما يخدش هذه الأخوة وحا أخوة دا إلى لنا ديلا يؤدن دمانتون إذن أريدكو بادين جعلهاي إنا كهالله وحاوية دادك أورمادي وحي لو لاليهين دادك الصوماليدا دادك الصوماليدا وحي لو لاليهين دادك أورمادا محايا لي وحا ولال لغو نقضي وحاويان سيدو إلهين أمري دينة إسلامك إنما المؤمنون إخوة وكونوا عباد الله إخوانا ولال النقض الضوم إباه أو ولال النقض بولي نبينا عليه الصلاة والسلام إذن هذا هو الأمر الأول أنجعله أمرك الله بعد أنجعله إنا كهذا وحويل ولا ليال محا إن مذين كره محا إن إلى لين كره إنا إسخلافنا شن أرموت با إن مذين كرته وكو وحدة العقيدة والمبدأ وحان وضر ما يسمى هل عقيدة هي هل مبدأ هل في عقيدة ومحي ولا إله إلا الله ورمضوا وحي لذهي لا إله إلا الله صومالدنا وحي لذهي لا إله إلا الله محمد رسول الله إذن وحدة العقيدة لبو محا إن مذين يا وحا إن مذين يا وحويان وحدة المصير هل مصير ما وضلانها هل كان نصعنا وحن دمانت نصعنا إلى الله هل كان كإيماني الله هل كان تقينا الله مركا مصير كيرنا وحل هذه الدنيا نقطنا هل مصير بان لنا إذا ونشيك دونا هذه آخرة نقطنا هل مصير بان قوة صعنا وحدة المصير أردت هذا حدا نمدين سوى محي ووحدة وحدة القبلة دمانتين وحا لنا هاي هل ميل بان ودى جيسنا وحين هذا علومة نبي قوحول عليه صلاة وسلام نكعنا من صلى صلاتنا نكع صلاة كأن تكين لتكذا وأكل ذبيحتنا حولها أن قلنا نعنا واستقبل قبلتنا قبلة ديدنا أجيستا أولا الكي النبي قصابوا إلهينا محرس وحانتا عمرك غفو إسقو قالبا فإن تابوا
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. هذه أي كتوبت كيانان شركة قدتكم وصلاة دي أي تكدان زكاة أي ديبان وولالهم الإلهي تبارك وتعالى. إذن وحوية وحدة القبلة أرنت أفراد إن مدينة سوحوية ولا ريال وحدة الجغرافيا وحنقوة دلنا الله هل جغرافية تتك صوماليدو وحي لليهن حرير أدق تتك أورمادا أورمادونا وحي لليهن حرير أدق تتك صوماليدا. وحدة الأرض للكي بإن مدينة وحوية داقي إني باستابانيا وحي استابانيا وحي بيريه إني مصالح بإن قرح يسي وحدة المصالح مصالح بإن قرح يسي وحا لوك أورمادا لقو بيرو بي صوماليدو عنان صوماليدونا العقتو دي وحي جيان لوك أورمادا يجيان. إذن هذه التشابك المصالح وحويا بذن ماذا أبو ريسا وقدام بين وحويا ولا ريال وحا إن مدينة يا ومحيب وحدة الآلام والآمال والهموم وحاين نقرد عيا مروق قراتي دمانتين دولي بان نهي استعمار بان نهي استا دمانتين رجان ربنا آمال قراتا لان نهي حريات إيو قبني ما دورنا دمانتين همد قراتا نهي شتا مجتمع ديبو يالان نهي أو دولي نقضي أو أدوه كاري. إذن آلام قراتا لان نهي آمال قراتا لان نهي هموم قراتا لان نهي أيات أمة أمد المحيكة لان تهي تقتل بعضها بعضا بربرك كلا أيدي ليسو سيفتي بالغودي بيا عقل يمتهد قل حد كي باتهي أداق عن تكوين يقفك ولا الكايا كي كدرينا حركة دنبو فرديايو سلاس بيليهين وانقولي سنب إليهين ويفرحيان. إذن وحاوي شنطة الرمودي ولا ليال ووحا إنا مدين أيوهان إلهي نقران كي سوحو كويري واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا حريق إلهي وذا قبصدا القرآن والسنة هنك لتقنا ولا تفرقوا هنك لتقنا. نعم حقيقة كوكالا تغينا إخواني في الله حقيقة كوكالا تغينا هدان إزدقها لنا ونديك دادنا ما لا يعني مركا أرنت الله بادين جعلها هنا واشنطة أرموضة إن مدينيسا هل كدن بها كوكبصنا ولا لير وقدن بيت إخواني في الله وحانك قبا حيا سيدابان وأدكينا مدني مدها مدني مدها قراني وحين مدينينا قراني سيدابان وأدكينا سيدان إسكا إلا لنا شيطانك سيدان إسكا إلا لنا عدوك وحان نغشك هنا قصة عجيبة. وقت النبي عليه الصلاة والسلام من يهودي طريق صومري وهو أركي لبدي قبيلة دود الصحابة أنصارت أهيد أوس إيا خزرج أو دقال كي اللوبي أو ولا النقضي نكا أبيه بألا سعود وحكيري بلاك سيئولا لوبين وحا أورا النبي محبا سمي دين تاصر يسي محان يالابو نك يرا وحويري إمي كأورا نحفر يسو قبا يدا يسكو أخرين جيرين مركي أبدك يسك الله ياري يددك كسو أخري يسكو دير إمي نكي أو سعودي ونحفر يستي أوس يخزرج وولاله أنصار رسول الله نقضي قبل يوحو آخرين مرنا أوس مرنا كي خزرج كيكو جوابين كيكو جوابين لأن يرد أوس يخزرج وحاكو صور نقطة حميد دي جاهل يدا من كابل هذين إمي كامن جديدين نابا وما إمي كامن والله سعود السيافي بالله دونتي قريه بالله تغي نين صحابة دي عقلي قبضنا بأرضي نبي قوة تغي مسكيد صلى الله عليه وسلم حول يا رسول الله سوقار هلومة سوغاد هبا لا اسكو قاتاي يا اسكو قاتاي انصارت هادي اسكو قاتاي نبي غو اسكو دوليو سو يمي دحيمدي و هو كيري كلمه عجيبه و هو كيري اترجعون الى الكفر ورما قالني ما تكونو قنيسين بعد ان هداكم الله الهي مركو اني هدي دبدي وانا بين اظهركم انا دحدينا جوغا اخواني في الله ولا ليال مساجد بكدسن دوكينا مانتا نزيرت بكدسن تاي درنا بكدسن تاي جيجي كدسن تاي علماء جوكت ولا ليال أكبر العلماء في الأمة ورمائي الصومالي بعد حفر ولا ليال ومع ذلك يقتل بعضنا بعضا بل ببركي مدليا ومع ذلك دين الله بيننا دينت إلهي بان دحتا ومع ذلك كتاب الله بيننا كتابك إلهي بان دحيا ومع ذلك ولا ليال وحان نهيدل هدنا إزقور سيدو أو قعل نقضة أف صومالي غيقان أف أرمضا يقان أمة واحدة ذات دين واحد ومد قرآيان نهي هل ديننا اسك هايشتا نهي هل دين هايشتا والله لا يروحان شيئا يا وحويان أريد تكوباد إن اسك إلا إنه وحويان عدوغا اسك جيرنو شايدان كا اسك جيرنو نينك هل كا كوتوبا يكولي وي أورما صومالي بي الله يسي كعا إني غالي بيان بي إني شيئا ويل كالي وي أورما ما أنكو كنتر مليونة يي صومالي ما تنرد دقاقيسا أي سوكي ما والي ما أنك من نحن اسك إلا ليم هذا شيطان إلهي وحوري هم العدو فاحذرهم منافقين تا
kuwaas waa cadow ee iska ilaaliya buri ilaahay tabaaraka wa tacaala ka ilaaliya dhexdiina walaalayaal waxa weeye dhiigga daata labada qowmiyadood ee culculus ee taariikhda ku culus ee geeska ku culus waxaa la rabaa in la isku dilo walaalayaal taa waa kuwa wax naga dhaya arrinta labaad ee naga dhalanaysa wax weeyaan dhaga la-aan iyo indha la-aan inaan noqonno yajib an naftaxa acyuunana indhihinaan furno yajib an naftaxa aadaanana dhagihinaan furno war cadowgu soomaali maaha ayuha aloromiyuun war cadowgu oromo maaha ayuha soomaaliyuun cadowga idni haysta waa jahliga cadowga idni haysta waa maradka cadowga idni haysta waa takhallufka cadowga idni haysta waa tacliin la-aanta cadowga idni haysta waa dhulka aad fahmi laadihiin ilaahay barwaaqada dhigay cadowga idni haysta waa isqoloqolaynta cadowga idni haysta waa gumaysiga ni wareerinaya ee wixii nii oo dhan qaatay ee meel kale la fadhi weyaan haadaa huwa alcaduw maaha oromo cadow walaalayaal maaha soomaali cadow walaalayaal cadowgu waa kaa weyaan inaad fahantiin waa lagaba maarmaan arrinta saddexaad aan iska ilaalina waxa weye walaalayaal laa takun fii istraatiijiyaati alaakhariin waar iska ilaaliya inaad ku dhacdiin shabakada ayo hogaga ay faqayaan cadowgu afkhaaq baa la faqayaa waaweyn in lagu daataa la doonayaa ixdaruu min haada waxa weeye wiil baa loo soo dhibayaa project mashaariic baa loo soo dhibayaa liyaqtula bacdunaa bacdan wanaxnu nusbixu alaydi aladii tunafid annaguna waxaa noqonnaa gacantii hirgelinaysay isaguna halka dambe raashinkii buu qaatay uu cunay adiguna waa isdishay wiilkaagiina waad weyday faraskaagii waad weyday beertaadii waad weyday qaxooti baad noqotay dhulkaagii waad dumisay walaalayaal aan iska ilaalina hadihi alacdaa cadowyada noocaasa almashaariic mashaariicda wahmiga imaginationka lagu samaynayo haan iska ilaalina walaalayaal oromo ma noolaan karta bilaa soomaali soomaali badi bay ka xigtaa way u baahan yihiin wax uga yimaada adduunyada soomaalina ma noolaan karta bilaa oromo walaalayaal waxay hayaan dhaqaalihii iyo beerihii barwaaqadii iyo hayaan naxnu naxtaaju bacdunaa bacdan barbabarkiin baan u baahannahay nacam sidaa daraaddeed waa inaan dhaafno mas'alatu tufuula siyaasiya caruurnimada siyaasada waa inaan dhaafno atufuula diiniya caruurnimada diined waa inaan dhaafno atufuula alfikriya caruurnimada fikirka waa inaan dhaafno atufuula alijtimaaciya inaan orano ma annaka inaan dhaafno laa yuujadu man yaquul ana ibliisba ana yidhi annaka haddaan orano waxba ma nihin waa inaan isla noolaano weyaan attacaajush silmi dadku waa inay nabadkooda noolaadaan taas baa muhim walaalayaal cadowgana la fahmo ugu dambeyntii waxa weye walaalayaal oo ah in la iska ilaaliyo waxa weeye in aan dhegaysano dadka caqliga yar han dhegaysano dadka caqliga waaweyn leh wiilka caqliga yar leh wuxuu shaqaystaa waqtiga fidnada wiilka caqliga weynna wuxuu shaqeeyaa waqtiga dadku ay rabaan in wax loo sheego halkay ka baxayaan mal makhraju yaa rasuul allah nebi allow halkeen ka baxnaa mal makhraju yaa cumar mal makhraju yaa cali baa la oran jiray ragga la weydiin jiray halkee laga baxa baa la doodoonaa maaha wiilka meeshaa fadhiya ee caqliga yare ee doonaya inuu ku noolaado fii ifsaadi albashar dadka marka uu dhiig uga daadiyo isagoo inuu noolaado inuu ku naaxo fii khasaarati alaakhariin dadku markay khasaaraan inuu barwaaqoobo fii hasiimati annaas markay dadku dumaan ku farxaya wax ku yeelanaya kuwaa iska ilaali walaal waxaan laynaya waa kuwa weyaan ikhwaani fillaah waxaan kaga baxayaa kelmadii ugu dambayso ah inuu ilaahay tabaaraka wa tacaala kitaabkiisa qur-aanka ku yidhi walaa takunuu kaladiina tafaraquu war ha noqonina sidii kuwii ku kala tagay kadib markuu ilaahay hanuuniyey laa takunuu kaladiina tafaraquu min bacdi maa jaahum alcilmu baqiyan baynahum iyagoo iskhilaafaya dhexdooda oo cadow isku noqonaya taas baa nigu oran lahaa walaalayaal ilaah ha ilaaliyo subxaanahu wa tacaala masaajiideenna beeraheenna xubadkeenna xoolaheenna masaakiinteenna iyo qof kastii oo ku nool dhulka aanu leenahay ee bariga afrika ku yaala ee ilaahay ina siiyey siday tahay dhulka maaragtay soomaalida ku nooshahay amba xafarta ku nooshahay amba oromada ku nooshahay amba qeyrkood muslimiinta ay ku nool yihiin ee bariga afrika oo dhan ilaahay ilaaliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh